في الشارع حتى كان سمعوا الغوات. يعني الناس جاوا لقاو واحد السيد كان يعني على متن سيارة، ويعني كان أنه كيغري، كيحاول يغري واحد الطفل اللي في العمر ديالو حوالي 14 سنة، وكان كيمنح له وكيقدم له واحد المبلغ المالي اللي يقدر تقريبا كما كيقولوا يعني ب 10,000 درهم. كان كيحاول انه يسد رجوه باش انه يركب الى، كانوا كيغريوه، كانوا كيوري له الفلوس، وكانوا كيهضروا معاه يعني بطريقه سلسه وبطريقه ديال انه باش يدير فيهم الثقه باش انه يسد رجوه الى داخل السياره. يعني مباشره غادي يوقف الاب ديال ذلك الطفل وواحد العائله ديالو يعني بشكل عقلاني، وقفوا للسيد قالوا لي غادي توقف، رغم انه حاول يعني الفرار، حاول انه بغى يجري وبغى يهرب، لكن كانوا مجموعه من الافراد ومن الاشخاص اللي كانوا حدا السياره حاولوا انه يوقفوا السيد ويحيدوا له الكونتاكت ديال السياره، وتم التقديم ديالو يعني بشكل حضاري كما قلت، ما ضربوا حتى واحد، ما قاتلوا حتى واحد. وبالمناسبه كنشكروا يعني السلطات المحليه اللي تدخلوا يعني لانه وقعت الحادثه امام المسجد قرب القياده، يعني تدخل السيد الخليفه مع يعني الخزنيه وسيد القائد وشدوه بشكل حضاري وبشكل يعني ما كاين لا ضريب، ما كاين اللي ضربو، ما كاين اللي تعدى عليه، ما كاين اللي دار له حتى شي حاجه، ودخلوه يعني للمركز ديال السلطه المحليه. حتى جا الدرك الملكي وداروا خدمتهم وداروا يعني وداروا الخدمه ديالهم وقدموهم، شدوه الان للدرك الملكي اللي هو السياره ديالو، وكانت السياره ديالو يعني حامله بقنينات الخمر، وكنتمناو ان شاء الله من الدرك الملكي انه يعني يضرب بالحديد والنار كل ما سولت له نفسه ان يعني ان يختطف او ان يغتصب في الطفوله، ويعني وهذا الشيء راه كثير في المجتمع، كتزرع الرعب في اباء واولياء التلاميذ خاصه في المجتمعات القرويه. يعني كما يعلم الجميع ان المدارس يعني بعيده على الدواوير وبعيده على المنازل، بالتالي راه من الضروري ومن اللازم انه الاب او الام يعني خصها ترافق الابن ديالها او البنت للمدرسه ديالها، وعاوتاني فاش غادي يخرج الشخص يمشي عاوتاني يسردو، يعني كيكون واحد يعني دائما واحد المراقبه، لانه ولا كلشي كيخلع، يعني كل نهار او لا راه تختطف يعني الطفل في البلاصه الفلانيه، او لا تختطف الطفل في البلاصه الفلانيه، وبالتالي ولا كلشي كيخاف، ولا كلشي كيخاف، يعني كلشي كيخاف على ولادو، كلشي كي يعني كنتمناو انه يعني كما قلت سابقا نديروا يد في يد من اجل القضاء على هاد المجرمين هادو، يعني كل واحد يتدخل ونتعاونوا مع السلطات، لعل وعسى نقضيو على هاد المجرمين ونقضيو على هاد الطائره الخبيثه يعني اللي كتسدرج في السنوات الاخيره كما قلت، يعني الاطفال الصغار و التلاميذ والتلميذات الى غير ذلك. صراحه فاش كنا واقفين هنايا نيت سمعنا الغوات، سمعنا الغوات، جينا لقينا ذاك الطفل، الطفل اللي قلنا عنده تقريبا 14 سنه، كان مخلوع، كان كيغوت وكيضرب الطوموبيل وهذا، ويعني كما قلت جاب الله يعني الاب ديالو، كان نيت مباشره كان يعني غير تمايا، وتدخل هو واحد افراد العائله ديالو وشي ناس اخرين اللي دغيا وقفوا عليه، كان بغى يهرب وشدوه. يعني حنا كنشوفوا ان الطفل كان مخلوع بزاف، وكان خصوصا حتى هما ولاو كيعارفين دابا، يعني كل دابا من بنادم الطفل دابا كتكون عنده 6 سنين 7 سنين، كيكون عنده التليفون، كيقرا المواقع الاجتماعيه، يعني كتكون عنده واحد الفكره مسبقه على الاغتصابات وعلى الكنوز وعلى هذا، وبالتالي يعني شيء طبيعي انه غادي يتخلع وغادي يعني وغادي يكون مخلوع بزاف، حتى الناس الاخرين تخلعوا، ما بالك الطفل اللي حاولوا انه يستدرجوه وانه يشدوه، يعني كيقول راه غادي يقتلوني، راه غادي يغتصبوني، راه غادي.